في قلبك غير الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان في القلب شيء آخر لا يجتمع الله مع غيره في قلب واحد. ففرغ قلبك من كل ما سواه. يعني شنو؟ يعني إذا دار الأمر بين الله وبين المال، المال يجب أن لا يكون مطروح عند المؤمن، لا يكون مطروح عند المؤمن. الله هو الذي مطروح في قلب المؤمن، ذكر الله، المال ما إلى أهمية. إذا دار الأمر بين الله وبين المال، المؤمن يقدم الله على المال. المقام الاجتماعي، كل واحد منا عنده مقام اجتماعي. إذا دار الأمر بين الوظيفة الشرعية وبين المقام الاجتماعي، من الذي يقدم على أن يتنازل عن مقامه الاجتماعي لأجل الوظيفة الشرعية؟ لذلك في الأحاديث إن في المؤمن حدة، المؤمن فيه حدة. ليش المؤمن فيه حدة؟ مو حدة الأخلاق، مو أن أخلاق حادة، أبدا أخلاق المؤمن مو حادة، ولكن فيه حدة الموقف. إذا اقتضى الأمر أن يتخذ موقفا لأجل الله، لأجل الوظيفة الشرعية، وإن تنازل عن مقامه الاجتماعي، ولكنه يختار الله ويختار الوظيفة الشرعية على المقام الاجتماعي. ليتكلم الناس، لا يهم كلام الناس عند المؤمن، ما تكلموا على علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ونحن على أعتاب ميلاده المبارك، تكلموا عليه ولعنوه فوق 70,000 منبر، كانوا يلعنونه. ولكن عليا كان بإمكانه أن يتخلى عما أراده الله، ولكنها الوظيفة الشرعية. المؤمن لا يهمه اللعن فوق المنابر، لأنه مرتبط بالله، لأنه فرغ قلبه عن غير الله سبحانه وتعالى. لعنوا عليا وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله فوق 70,000 منبر على مدى حكومة بني أمية، ولكن عليا لا يهمه ذلك، فليتكلموا حوله. المهم أنه أدى الوظيفة الشرعية، لم يكن نظره إلى هذه المنابر وإلى هذا اللعن وإلى هذا الشتم، لأن غرضه هو الله، لأنه يتعامل مع الله، لأن منطلقه هو الله. وما هي قيمة الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى آتاه الدنيا وآتاه الآخرة فترة من الزمن. لعنوه معاوية في قنوت، كان يلعن عليا صلوات الله عليه ويلعن مجموعة آخرين، ولكن لم يكن يهم عليا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن غرضه هو الله. الآن انقضت تلك الفترة وبقي الواقع التاريخي. الآن في العالم كله لا تجد مثل هذه العظمة لعلي صلوات الله عليه، يذكر اسم الله أولاً فوق المنائر في شرق الدنيا وغربها، أشهد أن لا إله إلا الله، ويذكر ثانياً بعد ذكر الله فوق المنائر في شرق الدنيا وغربها، أشهد أن محمد رسول الله. ويذكر ثالثا في شرق الدنيا وغربها، أشهد أن علي ولي الله. هذه هي العظمة الإلهية، هذا هو العطاء الإلهي، هذا عطاؤنا. هذه العظمة
بينما تجد الآخرين ذهبوا وانتهوا وبقي علي صلوات الله وسلامه عليه. علي صلوات الله عليه فرغ قلبه عن غير الله فأعطاه الله كل شيء في الدنيا، وفي يوم القيامة يجب أن نذهب هنالك ونرى عظمة علي. هذه العظمة عظمة دنيوية، العظمة الحقيقية تلك العظمة.